السلام عليكم. اليوم محاضرتنا عن الاكسس اوبننج بريبريشن. الاكسس اوبننج بريبريشن احنا اخذنا المحاضره الاولى اخذنا بها الشغلات العامه بالنسبه للاكسس اوبننج، البرنسبل مالتها، الشيب، غير شغلات. هسه راح نجي على الخطوات العمليه والمشاكل اللي ممكن تواجهوها بالاكسس اوبننج بالنسبه للروت كانال تريتمنت. كجايدلاينز للاكسس كافيتي بريبريشن، اول شغله انا اخليها ببالي قبل ما ابلش بالروت كانال تريتمنت او احاول اسوي اكسس للكافيتي للبلب كافيتي، انا لازم اشوف اشيك الاكس راي مالت البيشنت. الاكس راي راح تعطيني راديوغراف، راح تعطيني معلومات. هاي المعلومات تتعلق بالسايز، الشيب، the number of the root canals, curvature maybe، يعني فرضا بقى هذا الاناتومي، هذا الاناتومي، هذا لما انا اشوف هيجي يعني راح احس بحساب انه هاي الكيس difficult، راح اخطط لها صح، راح اعرف ايش قد راح اسوي الاكسس مالتي، شنو راح اتوقع، راح اشوف جوه، راح تعطيني فكره عن الموضوع الراديوغراف بس مو 100%. مثل ما اخذتوه بالمرحله الثالثه بالراديوغرافز، طبعا احنا عندنا محاضره عن الراديوغرافز ناخذها خاصه بالاندودونتيك تريتمنت. احنا لازم نسوي فد شيفتنج ميزيلي او ديستالي على مود نشوف الاوبجكت اللي تكون بالنسبه للكانالز والروتس اللي هي تكون سوبر امبوزد، تكون بوكالي لينجوالي. اوكي، فعن طريق الشيفتنج ميزيال اور ديستال شيفتنج اقدر اشوف الكانالز. اوكي، بعد شنو ممكن اشوفه؟ ممكن اشوف سبع هذا الكيس هذه بها كيرفيتشر. اوكي، انا احسب حساب هنا انه اني السيستم مالت اللي لازم استخدمه لازم اعيف الروتر واتجه باتجاه المينيمال، والكونسيدريشن مالت السيفير كيرفيتشر ميبي اف اي ام نوت كيبل or I don't have the required instrument, maybe I will send this patient to a specialist. Okay. فكيسات أنا أعرف صعوبتها وأعرف عدد القنوات وأعرف الشيب مالتهن regular or irregular. Regular شوف مثل هاي الحالة. Okay. أحيانا أشوف canals root canals على شكل C shape، هي تكون multiple canals in one opening. خصوصا باللور 7 فرضا من الاماكن اللي ممكن اشوف بيها تو كانالز possibly هي الميزوبوكال روت مالت الابر مولر، ابر فيرست مولر، وايضا بالنسبه لللور مولرز maybe possibly I see two canals or one canal distally and two canals mesially. Sometimes there are three middle mesial in rare cases. وواحدة همين أيضا من الشغلات اللي ممكن أشوفها بالراديوغراف أقدر أشيكها، إنه أنا إذا ما أخذ راديوغراف مو ديجيتال، فرضا راديوغراف، هاي الراديوغراف مالتكم من التحميض الطبيعية، أقدر أجيب البير مالتي وأقيس عمق البلب. أوكي، هاي تفيدني شو وقت، هاي الشغلة تفيدني أعرف إنه بعد البلب تشامبر عن الاوكلوزال سيرفيس، هذا تفيدني بحالة اذا كان عندي اصلا البلب تشامبر اوريدي كولابس، مثل ما قلنا بالمحاضرات السابقة اللي هي الكولابس مالت البلب تشامبر يكون باتجاه اوكلوزو جنجيفالي. اوكي، هاي صارت واضحة، واهمية الراديوغراف ايضا واضحة. واحدة من أهم الشغلات أيضا إنه أنا لازم أسوي إكسكافيشن للكارياس ليجين. أوكي، الكارياس ليجين اللي هي موجودة أصلا هي عبارة عن تجمع للمايكرو أورجانيزم بكتيريال فلاك، فهذه ممكن أثناء الفيزيتس مالت الإندودونتيك تريتمنت سوي لي ري إنفكشن للروت كانال سيستم. فأهمية الريموفال أوف أول كارياس ليجين بيفور أكسسينج تو ذا
to the root or bowel chamber, it is very important. أيضا همينا إذا كان عندي defective filling يعني leaking filling يعني filling بها gap, filling فرضا بها بالمارجن مالتها فد opening مثل ما وضحناه بالمحاضرات السابقة خصوصا بالأوبراتيف أول محاضرة محاضرتين. أوكي هذه الفيلينج هذه ما حيكون بها good seal, معناته شنو يسوي leaking الفلويدز الى بكتيريا الى اخره من الاشياء هذه between the visit. ايضا ممكن تسبب لي reinfection للروت كانال سيستم. يعني اهمية الشغلات يعني من اهم الشغلات انه ممكن انه انا ما راح اكمل الروت كانال تريتمنت in single visit, وهذا طبيعي طبعا. اوكي ليش؟ لان الروت كانال تريتمنت هي عبارة عن time consuming تكنيك سنسيتيف. اذا كان عندي فت كومبلكسيتي بالروت كانال سيستم, اذا كان الكيس هي السيمتومز مالتها ريكواير فور ديس انفكشن ميبي كالسيوم هيدروكسيد as we will see in the coming lectures. اوكي استدعي من عندي انه اسوي سكند فيزيت. هاي السكند فيزيت راح اني شو اسمه راح شنو اخلي راح اخلي كالسيوم هيدروكسيد وغيره. هاي السكند فيزيت بتوين ذا فيزيت مهم جدا انه انا مسوي جود سيل. هذا السيل يمنع دخول المايكرو اورجانيزم للروت كانال سيستم. اوكي واحدة من الشغلات اللي توقف ضد هالشيء هذا هي الديفكتيف فيلينج والليكينج فيلينج وايضا الكارياس ليجن. ايضا اني ان سبورتد تو ستراكشر شود بي ريموفد, يعني فرضا الويك الفرايبل انامول غيرها من الشغلات هذه لازم اسوي لها ريموفال. ليش؟ لان هذا احتمال يصير بي فراكتشر اذا انا خليت تمبرري فيلينج بالتوث, احتمال ديونيك ماستيكيشن صار بيها فراكتشر وايضا صار عندي ليكينج للروت كانال سيستم. اوكي هسه بالنسبه للانسترومنتس والانسترومنتيشن اللي موجوده ممكن او البيرز دنتال بيرز اي يوز تو اكسس ذا كافيتي is two type. Okay, here access opening bears will access refining bears. The access opening bears هي عبارة عن round bear, طول مالته يكون أطول تقريبا 3 مليم أطول من ال round bear اللي إحنا نعرفه. Round bear سواء يكون هذا carbide مثل ما موضح بالصورة, أحيانا يمكن تستخدمه diamond. بالنسبة للأكسس ريفاينينج بير هذا إحنا اللي أكثر شيء سائد إحنا نسميه إندوزي بير إندوزد بير. أوكي وهذا إني همينة تيب بارت فيشر, هذا إني أحتاجهن على مود أسوي فد فانلينج شيب, يعني شيب مالت الأكسس كافيتي مالت عبارة عن قمع. أوكي فهذا إني أوردي تيب بارت أقدر أسوي لي ريفاينمنت, أنا عامل أكسس كافيتي مالتي اسوي ريموفال ممكن للريجولاريتيز اللي صارت على الوولز من خلال اللي سويته من خلال الراوند بيرز. اوكي راوند بيرز يكون اسهل بالتوجيه اسهل بالاستخدام لما اريد اسوي الاكسس كافيتي, لكن الراوند بير ما ممكن تعملي الكافيتي وولز. الكافيتي وولز انا اريدها ريجولار شيب ويل ريفايند على مود لا يصير بيها مشكلة أو تشلب بيها ديبريس أو غير شغلات. أوكي لازم عندي فد سموث وولز على مود أقدر أشتغل براحتي بالفايلز and rotary files. أوكي هسه بالنسبة للبروسيجر بالنسبة للأكس أوبنينج بالنسبة للأنتيريور تيت, نجي على أول خطوة بالبروسيجر بالنسبة للأنتيريور تيت. الاكسس اوبننج مالتي وين مكانه؟ احنا قلنا شكله بالمحاضره السابقه هو عباره عن اوفال شيب. اوفال شيب اللي هو يكون اللارجست دايمنشن مالت الاوفال شيب او البيضوي باتجاه اوكلوزو اور انسايزو جنجيفالي. اوكي مكانه وين صاير؟ بالميدل ثيرد اوف ذا لينجوال اسبيكت. ليش ما اطب من البوكال اسبيكت؟ يعني أنا عندي الشيب مالت التوث
إذا أريد أسوي access opening بوكالي الشكل ويأثر لي على الاستاتيك. أوكي، وهنا أنا الثيكنس مالت الإنامول عندي أكثر بوكالي. أيضا إنه أني أكون أقرب للروت كانال لينجوالي. ليش؟ لأن أكو عندي concavity أصلا وعندي guide بينما هنا أنا convexity، فمن الصعوبة أدخل. ناهيكم عن مشاكل الاستاتيك والتداخل مالت الاكسس كافيتي والمشكلة اللي ممكن تصير. فلذلك أنا ما ممكن أسوي access opening for anterior teeth سواء upper أو lower باتجاه بوكالي. أوكي، دائما الاكسس opening مالتي هو from lingual or palatal side. وين صاير مكانه؟ above the cingulum، below the incisal edge، هذا الميدل ثيرد، يعني بالميدل مالت اللينجوال، بالسنتر مالت التوث. اجيب الراوند بير مالتي، حطه بيربنديكولار على اللونج اكسس اوف ذا توث، هذا اللونج اكسس. البير مالتي بالبدايه اسوي بنتريشن بي بالنسبه للانامول اور اولد ريستوريشن اللي موجوده. ممكن هنا انا اسوي بنتريشن انيشال بنتريشن بالبير مالتي. اوكي، only the round bear or the head of the round bear enter inside enamel and dentine. اوكي، size مالتي number 4 non standardized. طبعا هذا size ليش؟ لان اكو عده شركات كل واحد عنده size معين، size محدد، وهذا اللي راح نتعلمه باللابز مالت ال endodontic treatment بالكورس الثاني مالتكم. اوكي، بس هو مبدئيا اخذوها انتوا راح تستخدمون راوند بير سايز مالته وسط، لا كلش صغير، لان صغير ممكن يسبب لي مشاكل او يروح باتجاه محدد او يسوي لي فد مشكله perforation. ليش؟ ما راح يحفر على السريع، ما راح يحتاج ضغط. بينما اللارج راوند بير ممكن يسبب لي دن كونزرفاتيفنس، very large access opening، فهو اختيار على الوسط. اوكي، فاول خطوه اجيب البير مالتي اخليه بيربنديكولار على اللونج اكسس واسوي just a notch or entrance inside the lingual side or palatal side of the tooth. Then after I change the direction، اغير الاتجاه مالتي بحيث يكون البير، طبعا هذا يعني توربين مالتي انا يعني اكسس، راح يكون بطريقه perpendicular على اللونج اكسس او parallel للونج اكسس اوف ذا توث، واستمر الى ان يصير عندي دروب اور ديكريز بالريزيستنس. يعني شنو؟ يعني انا هسه بهذا الاتجاه راح اروح بعد راح اروح باتجاه البول تشامبر. اوكي، بهذا الاتجاه تسمع موضح، يعني الاتجاه مالتي parallel للونج اكسس اوف ذا توث. شويه اسوي سلايت بريشر، فيري 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 لايت بريشر اون ذا هاي سبيد توربين اور هاي سبيد هاند بيس. اوكي، واروح باتجاه الدنتال بالب. لما اوصل انا للدنتال بالب، اذا كان عندي البالب تشامبر طبيعي وما بي مشكله ما صار بي كولابس، احتمال احس ممكن ديكريز بالريزيستنس، يعني فجأة يصير فراغ جوا البير مالتي. هاي انتو يعني ممكن ما حتجربوها، نبغى نسوي اكس اوبننج للتيث مالتكم باللابز ان شاء الله. يعني فجأة انا احس البير مالتي دخل داخل حفرة. اوكي، من هو كان يقص دنتين واكو فد فريكشن واكو ريزيستنس اللايت بريشر مالتي، الى فجأة قلل البريشر. فهنا لازم انا اسوي جود كنترول، لازم ويل سبورتد بحيث ما اروح زايد قبل او اسبب لي فد مشكله. الخطوه الثانيه ورا ما دخلت انسايد ذا بول تشامبر، استخدم نفس الراوند بير بوسيبلي باللو سبيد. اوكي، لو سبيد اسوي ريموفال بالنسبه للروف اوف ذا بول تشامبر، اور ان ذيس كيس ذا the pulp horn and shoulder.
اوكي lingual shoulder، احنا هذا نسميه lingual shoulder. هو كله عبارة عن روف للبلب شامبر، انا اسوي له removal، الدايركشن مالت الموفمنت مالتي، اجي from inside، اوكي from inside هو سوري inside outside بهذا الاتجاه هذا، اوخر هذه الاندركات or irregularity or pulp horn inside the pulp chamber. نفس الشيء بالنسبة للlingual shoulder، أسوي له removal بنفس الطريقة هذه. All pulp horn or roof of the pulp chamber should be removed or else it will cause discoloration. ليش أسوي له discoloration؟ ممكن pulp remnant or debris remnant موجودة هنا أنا. ممكن هذه تؤدي لي إلى discoloration in the future. ليش؟ لأن راح يصير بها تحلل ويصير بها discoloration، راح تكون unaccessible for irrigant material or أحياناً إنه هي تهمل أو تنسي أو يكون الأكسس مالتي آني visibility باتجاه root canal، فأني أهمل المناطق اللي هي بالأندركات اللي هي هنا أنا. أوكي ما راح أقدر أشوفها بسهولة بالميرر مالتي، فهذه تكون possible area for discoloration of the crown. Okay. بعدين أجيب الاندوزي or excess refinement bear. طبعا الاندوزي bear يكون هو for special type of bear، يكون الاند مالته non-cutting، only cut with the walls of the bear. Okay. فهذا مشي على البلبل access cavity، access cavity walls. اوكي فهذا يسوي لها refinement، وبنفس الوقت اني risk of the perforation اذا صار عندي error هو non cutting end فما ممكن يسبب لي perforation. بعد ما هاني سويت removal للبلب chamber للبلبل فلور العفو الروف وسويت ريفاينمنت، خطوة وراها اسوي بلب اكزربيشن. بلب اكزربيشن عبارة عن استخدم انسترومنت اللي هي الباربد بروش. هذا الباربد بروش عبارة عن سبيشال تايب اوف فايل، يكون بي نوتش وبي اكسترا ميتال بيسز، هذه تكون معكوسة اكسل الفايل مالتي، وهذه اسوي لها انترودكشن بالروت. اوكي راح تسوي لي ريموفال بالنسبه للبلبل تيشو. اوكي افتر ريموفال اوف ذا بلب تيشو اند اكسربيشن اوف ذا بلب، اي دو اريجيشن اوف ذا بلب تشامبر وذ اريجنت. اوكي اند وي هاف ديفرنت تايب اوف اريجنت فروم نورمال سالاين تو كالسيوم سوري صوديوم هايبوكلورايد اي دي تي اي سيتريك اسيد الى اخره، او الكلوركسيدين الى اخره من هذين الارجنت سوليوشن. اوكي هسه نجي على البريمولرز. البريمولرز البروسيجر مالت الاكسس اوبننج فور البريمولرز. البريمولرز الاكسس كافيتي مالته هسه احنا نقدر نتحدث عن الابر بريمولرز، يكون بالسنتر بالcenter of the occlusal table. okay بالarea number one مثل ما تشوفون بالصورة هنا يكون طبعا هي بالcenter بالنسبة للall posterior teeth مو فقط للpremolars. بس بعدين خامس لما راح نجي access opening مالت الpremol مالت المولر هشوفون شوية اختلافات محددة حسب شكل البلب شامبر. هي الاكسس كافيتي قاعدة هي تأخذ شكل البلب شامبر، فأنا لما أنا مسوي اكسس كافيتي للبريمولر هو أصلاً البلب شامبر مالتي هي أوفال شيب، لذلك الاكسس كافيتي مالتي أوفال شيب. أوكي نرجع على الخطوات مالتنا، استخدم راوند بير